نجبركم اليوم ياك نقول لكم هذه أخبار الأزمة كاملة بالتوضيح التام، وعود مثلا ما فيها لا نقولها لكم بطريقة واضحة وشفافة، وتعود إن شاء الله وتعلموا بها ساكنة نواكشوط كاملة، تعود مطمئنة عنا احنا ما نباخلين شي يسوى شنو، إياك نحلوا لهم مشاكلهم ونحن هون إياك نعدلوا لهم اللي دور. وأول شيء منه أخبار رئيس الجمهورية قال لنا أنا هي أنا هم عنده قطاع، هذا قطاع المياه، وعنه أعطانا الوسائل المادية، وقال لنا عن لا يبقى حد من أهل نواكشوط من أهل موريتانيا وخاصة أهل نواكشوط ما جبارة حاجة يشتون الماء، وندوروا إن شاء الله نعملوا على ذا لا بدالوا من الوقت، جبارنا ياسر من الروايات قدامنا في ياسر من التراكمات اللي لها ياسر من السنوات، وندوروا إن شاء الله ونحاول نحلوا ذا كامل، إياك المواطنين يعودوا مطمئنين عنا احنا الواحلين في دور ان شاء الله ويشوفوا نتائجه، وعن واحلين الله في خدمتهم، وعن هناتيا لا لخدمتهم ما هو شيء اخر، واركاتيا اعتذار لهم كاملين، اعتذار للمواطنين الموريتانيين اللي منهم في نواكشوط اللي منهم اللي في الداخل، بان نعرف عن الداخل زاد هو في مشاكل الماء، مشاكل عطش ياسر من القرى والمدن الكبيره والصغيره، نعتذر لهم عن كامل، وأركاتيا لا نحاول إن شاء الله ننقصوا بشكل لا بأس به من معاناته، ولكن نعتذر لهم كاملين، وإن شاء الله نحاول باطل نفسر لهم اللي أدانا هذه الحالة اللي نحن فيها أركاتيا، اللي ما هي حالة مريحة الحد من موريتاني، ولا هي مدلها ياسر من الزمن الحمد لله متكابده مع التجهيزات المائيه، واركاتيا نعود هذا المستوى، هذا بالنسبه لي انا مشكله تينا، وبالنسبه مولي للرئيس يقولها في كل وقت ان يا الله الناس تعدل من الحال اللي خارج من الروايات تتخطاها، هذا الماء ضروري للحياه، ونحن انا بعد ان شاء الله تحت قيادة رئيس الجمهورية لاهين نحاول إن شاء الله أن تعود هماتية قفزة نوعية بأخبار توفير المياه صالحة للشرب لجميع الموريتانيين إن شاء الله تعالى، وراجع عنكم بعد زمن ما هو طويل تشوفوا ذا اللي قلت لكم تشوفوه على الأرض الواقع إن شاء الله تعالى، ومعتذر للشعب الموريتاني أيضا. هذا هنا في بيان كنت قدنا نقراها لكم غير ظاهر لي عنه الوقت تقاع شوي على كذا وبين يديكم، قلت انتم تبارك الله تشوفوا وتخلصوا ذاك. المهم عندي انا اني لا نقول لكم بعد قاع اسباب، فيه اسباب ذا اللي خلق شنو هي والحلول اللي لا ينعدلوا له، اياك يعود ما تلا يتكرر ان شاء الله والمستقبل، يقول حلول لابد لها من الزمن، فيها شيء قد يعدل غرق وفيها شيء لابد لها من الوقت. واخيرا الفقره الثالثه لا هي تعود هذا اللي لا ينعدل وضار كاتيا اللي بدا من يامس وسيتواصل ان شاء الله لين تعود ترجع الحاله الطبيعيه، هذول المحاور الثلاثه هم اللي نتكلم معاكم.